لا يفقد لبنان في الأهمية ديالها. وإلا فكلما ذكرت الرمال سواء كانت مجروفة أو كانت مكسرة أو إلا وانتبه الجميع وإلا يعني الجميع كيهتم بالموضوع. لذلك إحنا غنحاولوا من غير أن نطيل عليكم سنحاول إن شاء الله أن نتطرق للموضوع من الجوانب ديالو كاملة، الجانب القانوني نقول لكم، الجانب البيئي والجانب التقني والجانب المهني كذلك وبرجالة. لذلك يسرني أنني نقول لكم البروغرام كيفاش غادي يكون. من بعد الكلمة الترحيبية ديال السيد المدير العام لشركة الزرافور غادي يتكلم عليها واحد السيد اللي سميتو عبد الهادي التيموري، هو اكسبير في ليكسبلواتاسيون ديال لي كارير اي لو سان، وهو اكسبير في القانون، يعني خبير في قانون المقادير. وبالمناسبة هو اكس كادر في المينيستير ديال ليكيبمون، وهو اللي ساهم في القانون المقادير 27/13 من لا جونيس ديالو، هو اللي تبعو اللي حتى صادق عليه واللي حتى ولا قانون ساري مفعول. تعذر عليه لاسباب مهنيه انه يكون معنا، لانه هو دابا في المانيا. غادي نربطو به الاتصال مع سي مهدي، غادي نربطو به الاتصال بلاتي سي مهدي، غادي نربطو به الاتصال مباشره، غادي يدير عنا عبر تقنيه الفيزيو يقدم لنا الشطر القانوني من المساله. من بعد غادي ندوزو الشطر البيئي اللي غادي يقدموا لنا الدكتور سي ايوب عدناني، هو من الجيولوجيا التطبيقيه وفي علم البيئه، وهو بالمناسبه ممثل مكتب الدراسات الذي انجز دراسه التاثير او دراسه سي عبد الغني بالروح الرمال بشتى انواعها وبالخصوص رمال الجرف، وغادي يقدم لنا واحد الشكل ديال بنش مارك مقارنه مع الدول الاخرى. الكلمه للسي العربي مهيدي، السي العربي مهيدي السيد رئيس جمعيه ارباب مراكز الصيد الساحلي المهنيه السي الحمد لله، الاخوان كاملين انا لهنايا راه ممثلين الجمعيه في الاخير ان شاء الله. هذه كانت منظمه في الظاهر استعملتها 1914، والهدف الرئيسي والاساسي من اعداد قانون جديد هو اصلاح نظام استقبال المقالع من اجل توفير المواد او مواد بناء الرشاد العموميه في اطار من الاحتراف ومن التنافسيه ومن جوده الخدمات. الدباجه ديال هذا القانون في واحد الماده تنص صريح العباره على التسريع في البدء في طلبات فتح المقالع وتبسيط المصادر. وهذا القانون الميزه التي جاء بها كذلك هو ادخال الجرف ضمن مواده، ونص عليها وعرفها كل يعني ما هي المقالع المتواجده بالوسط المائي وما هي كل المتطلبات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وبالتالي يعني متواجد بالمغرب بطبيعه الحال المقالع المكشوفه، المقالع الباطنيه، ولكن هناك المقالع بالوسط المائي البحري وغير البحري، يعني الوديان والتعريف للمقالع الجرف، هناك الجرف الصيانه، هناك جرف الاستقبال. وبالتالي عندما جاء هذا القانون بهذا النوع وميزه بالقانون، بالتالي من هنا وجب تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. جاء بنصوص او بمواد اخرى مثل تعميم الدراسه البيئيه، يعني كل المقالات الان هي طالبه او مستقبلها مطالبين باعداد دراسه تاثير على البيئه. في السابق مقالة مثلا الرمال ومقالة ما نسميه بالرخام لم تكن مطالبة أو مستغلة بكل مطالبين بتقديم دراسة تأثير على البيئة. هناك دراسة أخرى، دراسة تقنية استغلال المقالة
القانون نص كذلك على التصريح، يعني التصريح بفتح السبب والنهايه، نص كذلك القانون على تقديم وصل التصريح. واذا كان هذه النقطه مهمه يجب الاشاره اليها، اذا كان المقلع متواجد فوق ملك عمومي، يعني ملك تابع للعرب، على المستقل ان يطلب رخصه من مالك العقار، اذا كان العقار ملك عمومي فعلى المستغل ان يطلب من صاحب الملك الاداره ان يسلمه رخصه لاستغلال المقلع. جاء كذلك بكفاله، يعني كفاله ضمانه اعاده تهيئه موقع المقلع. جاء كذلك هذا القانون بمخطط جهويه بالمقالب. يعني نصوص كثيره وبوابات كثيره، هدفها الرئيسي هو تنظيم هذا القطاع وتوفير المواد للبناء المقاطع في اطار التنافسيه والاحترافيه والجوده. يعني هذا القانون جاء لينظم القطاع.